بنبص للنهاردة، بنحلم لبكرة. أهلا بحضراتكم، حوارنا على الهواء مباشرة مع خبيرنا الاقتصادي الكبير الدكتور سمير رضوان. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، شرفنا يا فندم. أهلا بك. لو سمحت لي في دقيقة واحدة بس، لأن تعرف حضرتك تعقيباتنا على زملائنا ومشاهدينا الأعزاء اللي بيكلمونا على النت بيبقى شيء مهم جدا عشان التواصل والتفاعل. في دقيقة بس، لأن أنا مستغرب وأنا بحترم وجهات النظر الأخرى، ربما تكون هي الصح وأنا الغلط أو العكس، لكن في النهاية تداول الأفكار مهم. في ناس كتيرة معلقة على فكرة الاعتذار اللبناني على المصري اللي تم الفتك به شعبيا ولم ينتظروا للقضاء أو الداخلية اللبنانية اللي كانت تتعامل معه على قتله للأسرة اللبنانية. يعني في منا شكري كتب: السلام عليكم، أنا عايشة في الخارج في إحدى الدول العربية، إحنا عايزين وزارة خارجية مصرية قوية لأننا مهانين ومحدش بيعمل لنا حساب. يعني فكرة أننا عايزين وزارة خارجية مصرية قوية ده مطلب عادل، كلنا عايزين وزارات قوية في كل حاجة، في الخارجية والداخلية والري والإسكان، لكن هي الفكرة كان إيه المنتظر من وزارة الخارجية المصرية أنها تعمله؟ وزارة خارجية فتحت باب الاتصالات وعملت اتصالات مهمة جدا مع لبنان، وكان مساعد وزير الخارجية النهاردة موجود عند وزير العدل اللبناني وبتابع التحقيقات وبيتأكد أن المجرمين من الشعب اللبناني اللي فتكوا بيه دون وجه حق وبعيدا عن القانون هياخدوا جزاؤهم. لكن المفروض ان احنا نوعا الحرب على لبنان، نقطع العلاقات الدبلوماسية مع لبنان؟ طبعا لا، انا مش عارف. وفي ايضا سيدة محترمة مسمية نفسها مصرية وبتقول: طبعا يا تامر انت قابل الاعتذار علشان من دولة عربية شقيقة، لكن لو كان من دولة اجنبية كنت قلت الاضطهاد الديني والاضطهاد العنصري والاضطهاد العربي. مش عارف، يعني الاعتذار في حد ذاته لازم يتقبل طبعا، والمفروض وده رأي كثيرين ان الدولة اللبنانية ما كانتش مفروض عليها انها تعتذر، بس علشان مهتمة بالدولة المصرية وبعلاقتها مع الشعب المصري قدمت هذا الاعتذار. مش الدولة اللبنانية اللي قالت لهم روحوا اقتلوه، زي كده ابناء الصعيد عندنا لما بتاخدهم الحمية وبيروحوا ينتقموا وبنقول ده غلط، بس في النهاية دي الحمية، فهل نعاقب الشعب اللبناني كله على جريمة اقترفها 100 200؟ انا مش عارف. لو حضراتكم شايفين ان هو ده الصح يبقى انا غلطان وانا اللي بقدم لكم الاعتذار، اما لو كان يعني حضراتكم بس منفعلين فارجو ان احنا ناخد الامور بعقلانيه وهدوء، لان ما اكثر الجرائم والاخطاء التي نرتكبها بسبب الانفعال اللحظي. ولا يجب ان نسمح ب اتساع الفجوه بين مصر والدول العربيه. صحيح، لان هناك محاولات كثيره في هذا الصدد. ده المفروض لما يبقى فيه صدع احنا نرقبه. بالظبط كده. طيب، على كل برضو في النهاية كل الأراء تحترم وحقكوا عليا لو أنا كنت ضد رأي حد من حضرتك. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك، منورنا. لتاني مرة أنا بشرف بالقعدة قدام حضرتك، لأن أنا بقول دايما أن هناك الكثير من العقول المصرية التي تستحق الاستماع والانتباه إلى خبراتها، لأننا أضعنا فرص وأوقات كثيرة ولا يجب أن نضيع المزيد. خلينا نتكلم عن مصر النهاردة ومصر بكرة، حتى بالمناسبة هو ده شغل حضرتك، بس بالمناسبة ده شعار البرنامج، مصر النهاردة وبنحلم لبكرة. بس قبل ما اروح، وانا عارف ان حضرتك بتحلم لبكرة مش بكرة كمان اللي هو 2011 ده 2020، لكن حضرتك مش شايف انه غريبة جدا ان احنا نبقى بنحلم عن مصر 2020 اللي هي كمان 10 سنين واحنا عندنا اوضاع لا يمكن السكوت عنها؟ لو مسكنا مثلا مشكلة الاجور دي كارثة. احنا بنتكلم عن اجور، الحد الادنى للاجور، والحكومة بتقول 300 جنيه ولا 500 جنيه والناس بتقولك اقل حاجة تعيش البني ادم بكرامة هو 1000 جنيه، وبنتكلم في هذا يعني هذه المعادلة الصعبة، وحضرتك جاي تكلمنا عن 2020. ممكن تفهمني ازاي؟ قوي. اولا بس خلينا اهنيك واهني برنامج مصر النهاردة على سلسلة الحوارات التي دارت في الايام الماضيه. شكرا جزيلا. لان دي بتمثل في وجهه نظري بتمثل تيار من العقلانيه ومحاوله للارتقاء على الاطار الضيق لمشاكل والغوص في هذه المشاكل. ما بقولش المشاكل مش موجوده، ما بقولش مش ما تتحلش، لا تتحل، لكن لابد ان احنا نطرح السؤال: طب وبعدين وازاي تتحل المشاكل دي؟ اجي لسؤالك المهم. طب انت جاي تحلم بعشرين عشرين وهتقول لنا كلام كبير والى اخره، واحنا عندنا مشاكل متمثلة في البطالة ومتمثلة في الاجور ومتمثلة والى اخره. هو الحقيقة مش حلم، هو اختيار، بمعنى ان انت النهاردة
ما عدتش عايش في عالم جزر منفصلة. أنت تعيش في عالم فيه منافسة ضارية جدا. اللي يزور شنغهاي النهاردة يحس بهذا الكلام، اللي هو تعرض تجارب العالم كله في التنافسية دي. ففي الحالة دي يبقى إذن أنت لابد يكون عندك رؤية. رؤية مش معناها حلم بالمعنى الخيال، والخيال مطلوب على أي حال، لكن هو حلم بمعنى أنا عاوز إيه وعاوز أبقى فين في سنة 20 أو غيرها. وطب ما هي الخطوات اللي أنا ممكن أتخذها بحيث تصل بي إلى هذا؟ عندنا مشاكل، مفيش بلد في العالم، أنت بلا شك بتتابع الحوارات في إنجلترا بمناسبة الانتخابات الإنجليزية وشايف المشاكل هذه، فيش بلد ما فيهاش مشاكل. أنا لا أهون من المشاكل ومستعدين نتكلم فيه، اللي هي من هنا نبدأ، إحنا بنبدأ من المشاكل دي. صحيح. لو زي ما حضرتك تفضلت، لما تتابع الإعلام الأمريكي ولا الإعلام الفرنسي ولا الإنجليزي تحس إن الكلام ينفع ينطبق هنا خالص. بيتكلموا عن الأجور، وبيتكلموا عن مشاكل في البطالة، وبيتكلموا عن مشاكل في غياب الشفافية في حاجات خالص. يعني أسبانيا، البرتغال، اليونان، معدل البطالة 25%، أنت عندك 10%، يعني وهكذا. 10% دي الرقم المعلن، بس أعتقد أنه يتجاوز كده شوية. أنا ما الرقم ده أنا معك خالص، لأنه ما بيهمنيش من قليل أو كثير، لأن مشكلتنا مش مشكلة الرقم ده، مشكلتنا مشكلة كفاءة قوة العمل ودخل قوة العمل. كويس. ومن هنا بقى المدخل لمشكلة مشكلة الأجور. مشكلة الأجور الحقيقة الـ الـ الشيء الغريب إن كل واحد أصبح خبير في الأجور، وده مش هيب يعني. أنا المواطن يبقى خبير في الأجور ده طبعا مشروع، مراته ما خبيرة في الأجور مشروع. صحيح. لكن كل واحد اللي يقول 1000 و2000 و100، الحد الأدنى هو الحد الأدنى، وهو ما اللي شغلنا فيه في الدول كلها، اللي هو بالضبط خط الفقر. خط الفقر في مصر النهاردة 1980 جنيه للشخص في السنة. في السنة؟ في السنة. لما حضرتك تقسمها على 30 اللي هم على 12 آسف عدد شهور السنة. كمان هنقسمها على 30 دي كده، أنا بس مش هنعيش. على 12 وتضرب في 4 اللي هم متوسط الأسرة، يبقى عندك 656 جنيه. ده الحد الأدنى يعني، اللي ما يجيبش أي مصري ينزل عنه. الناس بتخلط بقى يا أستاذ تامر في الحد الأدنى للأجور ومستويات الأجور. ما هو مش ده الأجر اللي أنا هاخده أو اللي حضرتك هتاخده. فمن هنا تراكمت المشكلة لسنوات عديدة جدا جدا. الحد الأدنى ده من سنة 84. هو في فرق ما بين الحد الأدنى والحد العادل؟ في فرق كبير. الحد الأدنى هو اللي ما يجبش إنسانيا ينزل عنه أي تحت هذا الخط مش عارف أعيش، خط أحمر. خدت بالك؟ الحد العادل هو ما يتناسب مع إنتاجيتك، هو ما يتناسب مع مؤهلاتك، هو لا دي مرحلة ثانية خالص. دي مرحلة ثانية. ومن هنا غياب سياسة للأجور متكاملة. يعني احنا في 40-50 سنة بنعمل ايه؟ نحط حد أدنى للأجور، واحنا كنا من رواد الدول في تحديد حد أدنى للأجور على فكرة. لكن نسيبه نخليه كده ونزود عليه علاوات 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 مش عارف ايه، فأصبح عندك فوضى شاملة في عملية الأجور. وأنا الأوان أن يصبح الأجر هو الأجر للشخص الذي يضمن له حياة كريمة حسب مواثيق الأمم المتحدة، ويزداد كل سنة بمعدل التضخم. طيب أنا عندي مشكلة يا دكتور. نعم.